شابتر البكتيريوفاج من أهم الشباتر اللي موجودة في المنهج وبيتسأل فيه في الامتحان. البكتيريوفاج ده بيبقى عبارة عن فيروس بيصيب البكتيريا. الفيروس ده ممكن يكون انيمال فيروس، ممكن يكون بكتيريال فيروس زي البكتيريوفاج اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، ممكن يكون بلانت فيروس. تمام. طيب البكتيريوفاج عايزين نعرف بقى الشكل بتاعه ده عبارة عن ايه. كل فيروس من البكتيريوفاج بتتكون من هيد وتيل. نبدأ بالتيل. التيل بتاعته بتبقى عبارة عن هولو كور كده، كور يعني شكل اسطواني كده. تمام. في النهاية بيبقى فيه جزء من الفايبرز. الجزء من الفايبرز اللي هي موجودة في الاخر اللي هي زي الاقدام دي اللي هي البنز دي، تمام، او الفايبرز اللي موجودة في التيل دي اللي بيبدأ من خلالها يبدأ ان هو يعمل انجكشن للدي ان ايه بتاعته في البكتيريا زي ما هنشوف دلوقتي. وعنده هيد، الهيد بتاعته فيها الدي ان ايه اللي هو مادة النيوكليك اسيد بتاعتها، وعليها بروتين كوت من بره. تمام. وفي بعض الانواع التانية من الفيروس بيبقى عليها سيل ممبرين او نيوكليير ممبرين. تمام. يبقى عنده هيد وعنده تيل، ده الاجزاء الاساسية بتاعته، عنده نك. طيب النيوكليك اسيد بتاع الفيروس يا اما الدي ان ايه المفروض، يا اما ار ان ايه، يا كده يا كده، ما ينفعش الاتنين مع بعض. تمام. اللي بيبقى فيها الاتنين مع بعض البكتيريا والكائنات الحية وهكذا. طيب يبقى ده كده اول حاجة هيد ونيك وتيل، ما يهمناش في حاجة النيك، احنا عايزين الهيد والتيل. الهيد فيها بروتين كوت وفيها المادة الوراثية بتاعته اللي هي الدي ان ايه. التيل بيبقى فيها فايبرز، الفايبرز دي اللي بيقدر من خلالها انه يعمل انجكشن في المادة في البكتيريا بتاعتي. طيب الريبليكيشن ازاي البكتيريوفاج بيبدأ ان هو يعمل ريبليكيشن، ازاي بيبدأ يتضاعف. عندي تو سايكل او عنده دورتين لحياته، واحدة اسمها الليتيك سايكل ودي بتنتهي بين البكتيريا اللي دخل فيها بيبدأ يحصل لها لايسس ويبدأ يحصل لها ديس. تمام. اما اللايسوجينيك لا، ما بيموتش البكتيريا اللي هو بيبدأ ان هو يدخل جواها، ده بيقعد على جين معين في البكتيريا بيبدأ يعمل له اكسبريشن، بس البكتيريا بتبقى الايف عادي جدا، بتبقى عايشة ما فيهاش اي مشكلة خالص. تمام. يبقى انا لحد دلوقتي اتكلمت اول حاجه عن الهيد والتيل، وقلت الهيد فيها نيوكليك اسيد وبروتين كوت، وقلت التيل بيبقى فيها فايبرز بتمكن البكتيريوفاج ان هو يعمل انجكشن للدي ان ايه. قلت السايكلز بتاعته عنده تو سايكلز، واحده اسمها الليتيك سايكل ودي بتنتهي باللايسس اند ديس اوف ذا هوست سيل اللي هي البكتيريا اللي هيدخل جواها، واللايسوجينيك سايكل ده بيقعد على جين معين موجود في البكتيريا بيبدا ان هو يعمل له اكسبريشن والبكتيريا بتفضل حيه عادي جدا. اللي بيحصل بقى في اللاتيك سايكل، اول حاجه اهو البكتيريوفاج بالتيل بتاعه بيبدا يعمل انجكشن. تمام. او بيعمل الاول اتاتشمنت، يمسك، بعد ما يمسك يعمل بنتريشن وانجكشن للدي ان ايه. الدي ان ايه بتاعه دخل اهو. تمام. الدي ان ايه بتاع البكتيريوفاج هو اللي بيدخل ويؤمر البكتيريا ان هي تصنع البروتينات اللي خاصه بالبكتيريوفاج. يعني كده في بكتير دي ان ايه بتاع بكتيريوفاج هو اللي دخل وبيبقى هو المتحكم، هو المسيطر، هو اللي بيخلي الخلية البكتيرية تصنع الدي ان ايه الخاص بالبكتيريوفاج مش الخاص بالبكتيريا. طيب الدي ان ايه مع بروتين يبدأ يتكون عندي عدد كبير قوي من البكتيريوفاج، بيوصل عددهم لمية. طيب خلاص بقى اتكون عندي فاريونز او اتكون عندي بكتيريوفاج جديد وعددهم كتير، عايزين نخرجهم بقى، بيبدأ يحصل لايسس، يبدأ بقى يفجر الخلية دي ويبدأ العدد ده يخرج، وده بيبقى حوالي بعد تلت ساعة تقريبا او نص ساعة من الدخول. يبقى ايه اول خطوة حصلت؟ اتاتشمنت او ادزوربشن، بدأ يستخدم الفايبرز بتاعته اللي موجودة في نهاية التيل ان هو يمسك في البكتيريا السيل وول، بعدين بدأ يعمل انجكشن للدي ان ايه بتاعه جوه البكتيريا، بعدين الدي ان ايه اول ما دخل وصل للسيتوبلازم وبدأ يصنع الفيرال نيوكليك اسيد، يعني بدأ يصنع المادة الوراثية بتاعة الفيروس والبروتينز. بدأ البكتيريوفاج دي ان ايه مع البروتين يمسكوا مع بعض فكونوا له الفاريون اللي هو تصغير كلمة فيروس او معناها كون فيروس جديد يعني. تمام. بعدين بعد ما حصل مالتبليكيشن ويتكون عندي عدد يوصل تقريبا لمية، بدأ يخرج الفاريونز دي وحصل للخلية اللي كان فيها لايسس. دي الفيز الاولى. الفيز التانية اسمها اللايسوجينيك فيز او التمبريت سايكل، وفي الفيز دي اللي بيحصل الخلية ما بتموتش. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بيبدأ يقعد على جين معين. تمام. في جين معين مثلا وليكن انتبيوتيك ريزيستنت جين. تمام.
ويبدأ يعمل اكسبريشن للجين ده، فيبدأ يظهر كصفة جديدة على البكتيريا، وممكن تتنقل من خلية او من بكتيريا للتانية، والخلية هنا ما بتموتش. طيب في حالة اللايسوجينيك فيز ليها اسم تاني بسميها تمبريت فيز، تمام؟ الجزء الدي ان ايه اللي بيبقى هنا او الفيج دي ان ايه بسميه بروفيج، يعني البكتيريوفيج في اللايسوجينيك فيز بسميه بروفيج، تمام؟ الجملة دي مهمة جدا وبتيجي احيانا في الام سي كيو. اهو جه دخل اهو بكتيريوفاج، دخل قعد على جزء معين، ده كل ده كده جزء الدي ان ايه بتاع البكتيريوفاج، دخل قعد على جين معين او مكان جين معين وبدأ يعمل له اكسبريشن. وطبعا لما الخلية تيجي تتضاعف، البكتيريا تتضاعف، هيبدأ يتنقل للأجيال اللي بعد كده. طيب قلنا بيبقى فيها جينات معينة، يعني هتكسبها خصائص جديدة، فدي بسميها اللايسوجينيك كونفرجن. كمان اللايسوجينيك كونفرجن او اللايسوجينيك فيز ده اللي بتحول البكتيريا من ان هي تكون نون باثوجينيك لباثوجينيك، يعني تخلي البكتيريا نون باثوجينيك ما بتسببليش اي مرض، تحولها لبكتيريا تانية بتبدأ ان هي تسبب لي مرض. زي ايه؟ زي الديفتيريا توكسينز، التوكسينز اللي بتطلعها بكتيريا اسمها الديفتيريا، بتبدأ ان هي تبقى تعمل لي توكسيسيتي في الشخص ده، او تسبب له مشاكل كبيرة جدا في جسمه، تمام؟ والتوكسينز دي بتبدأ تتنقل من بكتيريا للتانية بحاجة اسمها الترانسدكشن، هنتكلم عنها ان شاء الله الشابتر الجاي. طيب الافكت بتاع البروفيج، اول حاجة بيدي انفكشن بيدي اميونيتي ضد الانفكشن، يعني البروفيج اللي دخل ده مثلا خلى البكتيريا عندها انتيبيوتيك ريزيستنت، فكده لو خدت الانتيبيوتيك ده مش هتأثر فيه، فكده اداها اميونيتي، اداها مناعة. وتاني حاجة اكسبها صفات جديدة، تمام؟ التمبريت او اللي هي اللايسوجينيك سايكل الاوت كام بتاعها او النتائج بتاعتها ايه؟ ان الخصائص الجديده بتبدا تتنقل للدوتر سيلز، الخلايا اللي هتيجي بعد كده. ممكن في بعض الاحيان الجزء من الدي ان ايه ده ينفصل عن البكتيريا الكروموزوم، ويبدا او يبدا يتكون عندي بكتيريوفيز زي الليتك فيز كده، ويبدا ان هو يعمل لي الليتك سايكل، يبدا يدخل البكتيريا او يبدا يموت عندي البكتيريا، تمام؟ اهم حاجه او اهم حاجه في التمبريت سايكل ان هي بتتنقل من الام للاجيال اللي بعد كده، يعني بتبدا تتنقل من جيل للتاني. طيب بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في الكلوننج فيكتورز اللي هي عمليات الاستنساخ، لما احب اعمل صفه معينه او اعمل جين معين اعمل منه كذا نسخه، احب ان انا كمان بستخدمه في ان انا اعرف السورس اوف انفكشن دي ايه، لان كل فيروس بيبقى ليه او كل بكتيريا بيبقى ليها بكتيريوفاج معين، فانا لو عرفت البكتيريوفاج ده بتاع انهي بكتيريا كده انا عرفت السورس اوف انفكشن فين. كمان بستخدمها في الدراسات بقى والمعامل، الحاجات اللي بيعملوها او التجارب المعملية اللي بيعملوها في المعامل، فدي كل الحاجات اللي احنا بنستخدم فيها البكتيريوفاج.